أعزائي، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات وقفة مع السلوك. اليوم غادي نتوقفوا مع ظاهرة بصراحة يعني مسيئة لنا ومسيئة للمجتمع، وهي توسيخ الأماكن العامة. يعني هذا المكان العام ما نساوش بأنه ديالي وديالك وديال المجتمع. هو أساسا يعني الدار، هذا المكان العام سواء المستشفى أو حديقة أو إلى آخره، هو الدار باش إحنا نستفدو منه. فأنت لجيتي وسختيه ويعني وخليتيه الآخر بهذا الشكل وجاء الآخر إلى آخره، هذا تيعطينا واحد المكان ما غاديش يمكن لأي واحد يستعمله. فيعني قاعدة أن أحب لأخي ما أحب لنفسي غير محترمة بتاتا في هذه القضية هذه، لأن لو جيت أنا من مورا كنستعمل الكتب موسخ وجاء الآخر فهذا يعني توسيخ المكان العام تيدل على الأخلاق الغير سليمة. وهنا نحاول أنه بعض الأحيان تتبنى بعض التصرفات بسيطة، لكن عطيو العبرة للأبناء ديالنا. فبمجرد أنك ترمي شي حاجة من السيارة ديالك، راه الإبن ديالك تيشوفك أو الأولاد ديالك تيشوفوك، وطبعا غادي يقلدوك. فدائما نبدأ بنفسي. تحية خاصة لعروسة شمال طنجة، لأن شفنا بعض الظواهر اللي كانت جيدة ديال حومات بسيطة بمبادرات بسيطة شخصية، جعلوا منها أماكن رائعة وأماكن جميلة جدا، وهذه مبادرة خصنا نستفدوا منها وناخذوا العبرة منها. ما تنساوش خوتي بأن إماطة الأذى عن الطريق هو صدقة، وما تنساوش أيضا أن سلوكك يحدد قدرك.